مختارين كمان لمصطلحات الألوان في كتاب الأنشطة بالصفحة 21. بالصفحة 21 في عندنا هذا التمرين، تمرين رقم 5 بالكتاب الأبيض بكتاب الأنشطة. يا ريت هذا التمرين تكتبوا لي عليه missing words، كلمات مفقودة. طبعاً آية بتوقع ما بعرف مين سألني بجمانه على الكلمات المفقودة، إنه أستاذ نبدأ نأخذ كلمات مفقودة. تيسير الله إن شاء الله أول درس بعد عطلة العيد راح نخصصه للكلمات المفقودة. طبعاً هيك بس خلصنا هذا الدرس بيكون مننتهي من الوحدة الأولى، ببقى عنا قسم المواضيع. المواضيع طبعاً تعرفوا حلتهم ألا وهو إنه أما نكتب موضوع من عنا أو نكتب موضوع يصحح لنا إياه أو نحفظ الموضوع، وهو اللي بيتبعوه معظم الطلاب الأسهل عليهم. لذلك بالنسبة لتمارين الميسينج ووردز، أنا لا يكون لكم فكر، راح أجمع لكم إياها كلها في ملف واحد، كل شيء نصوص ممكن يجي منها ميسينج ووردز، كلمات مفقودة، لأنه بعرف معاناة الطالب بهذا السؤال. كل شيء تمارين ميسينج ووردز راح تكون موجودة لديكم في ملف واحد في صفحتين ثلاثة، وراح نتدرب عليها إن شاء الله. طبعا بداية راح ناخذ قواعدها كيف نحلها. طبعا هي عبارة عن تجميع قواعد الميسينج ووردز، يعني هي من خبرة الطالب في القواعد. لذلك أنا راح أجمع لكم إياها كلها إن شاء الله في ملف واحد. الآن بنتابع في هذا التمرين اللي هو بالصفحة 21، التمرين رقم 5 في كتاب الأنشطة. هذا التمرين مهم كميسينج ووردز، ككلمات مفقودة. كلمات مفقودة اللي هي المجموعة الثالثة من الأسئلة. The authorities السلطات have just given. لاحظوا بنحط خط تحت have، ممكن تيجي كميسينج ووردز ككلمة مفقودة. أيوة بعطيكم تحت خط have just given. طيب هلا على سبيل المثال اجتني هيك كلمات مفقودة، وهذا النص جاني ككلمة مفقودة. طيب كيف بدي أعرف إنه هون محل هالنقاط؟ إيش بدي أستخدم هون؟ إيش يعني كيف بدي أعرف؟ حدا عنده فكرة؟ استاذ لأنه اجت given. ايش هو الشيء اللي بيحدد الكلمات المفقودة؟ نعم تفضلي. لأنه اجت given بالخطوة الثالث. الآن no given بالتصريف الثالث. احسنتي. جوني الزمن. معناها بنفهم منك انه ما يحدد الكلمة المفقودة هو ما قبل الفراغ او ما بعد الفراغ. وهيك؟ تمام. إذا الكلمة المفقودة الشيء اللي بيحددها إيش لازم استخدم أنا ككلمة مفقودة هو الكلمة اللي ما قبل الفراغ أو الكلمة اللي ما بعد الفراغ، واحدة منهم بدها تحدد أو التنتين سوا. طيب خلينا نشوف هون هالكلمة المفقودة هاي. لاحظوا عندي the authorities الفاعل، السلطات الحكومة، يعني سلطات جمع. ما استفدنا من إيش؟ استفدنا من شيء؟ لا. بنروح على اللي بعدها. Just. دليل just. ما استفدنا منه. بنروح على اللي بعده. Given. بنوقف هون. بنوقف عند given. تعي يا given. Given verb 3، تصريف ثالث. طيب بيجي بشال حالي انا سؤال هون. هل التصريف الثالث، برجع هون على الأجمنة، هل التصريف الثالث في عندي أي جمل من الأجملة بيجي subject زائد verb 3 لحاله هيك بدون شيء؟ حاف. في عندي أي جمل أنا بيقول لي subject زائد verb 3 تصريف ثالث؟ أكيد لا. ما عندي أنا أي جمل في اللغة الإنجليزية بيقول لي subject زائد verb 3. الverb 3 لحتى يجي في الجملة لكن يكون مسبوق بيجي بحالتين، إما مع الحاضر التام أو مع الماضي التام.
نعم بيجي اما قلنا مع الحاضر التام او مع الماضي التام. طيب هذا قال حاضر تام ولا ماضي تام؟ اجى دور جاست. جاست بتيجي مع زمن الحاضر التام، اذا معناها نلغي الماضي التام. بقول عندي حاضر تام، يعني لازم يكون هاف او هاز زائد فيرب 3 الحاضر التام. تمام؟ مو قلنا نحن جاست بتيجي بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي، ليك وهذا موقعه هون. معناها هون طيب هاف ولا هاز؟ بيجي دور الفاعل authority ليحدد لي اما هاف او هاز. طيب authorities جمع، وبالتالي الخيار الصحيح اذا هو هاف. السبب هو وجود authorities كصيغه جمع. اذا هون الكلمه المفقوده هي هاف. هاف جاست given. تمام يا طلاب؟ تمام. هيك بدنا نطالع الكلمات المفقوده، كل الكلمات المفقوده بتكون بهذا الشكل. يعني عباره عن قواعد، وبدي احلل، كل ما كنت قوي اكثر بالقواعد بعرف طالع الكلمه المفقوده بشكل اسرع وبشكل اسهل. ان شاء الله هذا التمرين راح ينزل من ضمن التمارين اللي راح اجمع لكم اياها في ملف بي دي اف ل الميكينج ورك كلمات مفقوده. هلا خلينا نحله ك مصطلحات الوان. اذا the authorities are السلطات have just given اعطت للتو ذا، لاحظوا give the blue ولا green light؟ اعطت الضوء الاحمر ولا الاخضر؟ اذا بالتاكيد green. هاي راح نلوح اذا given the green light اعطت الضوء الاخضر يعني وافقت to the building of a new airport لبناء مطار جديد. اذا to the building of a new airport لبناء مطار جديد. اذا the news has come. ايه تمام يا رفيق. The news الأخبار has come. كمان لاحظوا هاي has ممكن تجي ككلمة مفقودة. Out of the كمان هون ممكن تجي of ككلمة مفقودة. هذا مشكلة بدي أحفظ. وذا out of وذا black or blue إذا بالتأكيد out of the blue. المصطلح out of the blue فجأة أو على غير المتوقع. And shocked many villagers وصدمت الكثير من المزارعين. Many villagers. The thought of a new airport إن التفكير بمطار جديد near their homes قرب منازلهم has made كمان هاي هون هاي made جعلت many of them الكثير منهم كمان ال of ممكن تجي ككلمة مفقودة وال them عائدة على villagers many of them على villagers على المزارعين has made many of them جعلت الكثير منهم she لاحظوا she black ال red بالتأكيد المصطلح هو she red يرقب جعلت الكثير منهم يرقب. Unfortunately لسوء الحظ. Unfortunately لسوء الحظ the plans have already been prepared الخطط وضعت بشكل مسبق. الهاف ممكن تجي كميسينج وورد والبين كمان لانه هون مبني للمجهول مع الحاضر التام وبالتالي بيجي عندي بين بين الفعل المساعد والفعل الرئيسي. The plans have already been prepared تم تحضير الخطط بشكل مسبق. I have seen them كمان الذم هون والهاف. I have seen them رأيتها in black and white ولا white and black بالتأكيد إذا
black بالبداية black ومن ثم white black and white. ممكن الآن ممكن الآن تجي ك missing word. الآن كمان نحط تحتها خط ممكن تجي ك missing word. إذا black and white رأيتها مكتوبة كتابة على ورقة. هيك بنكون بإذن الله انتهينا من الكلر ايديومز مصطلحات الألوان.